ينضم إلينا من النصرة دكتور سهيل دياب الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور سهيل، يعني هل كشف نتنياهو النقاب عن اليوم التالي لما بعد الحرب؟ تحياتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين. أمس للمرة الأولى قدم ورقة نتنياهو للكابينت السياسي الأمني، يعني تتضمن ثلاث نقاط مركزية أساسية لتصوره لليوم الثاني بعد الحرب. النقطة الأولى هي بالمرحلة الأولى إقامة شريط أمني في داخل قطاع غزة بما في ذلك مع الحدود المصرية الفلسطينية، ومشيرا إلى أن هذا الشريط سيبقى طالما هنالك تهديد، يعني من الممكن أن يتراجع عنه لاحقا. النقطة الثانية أن المسؤولية الأمنية هي إسرائيلية لكل المناطق غربي نهر الأردن، الأمر الذي يشمل أيضا الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يقول أن يريد أن يوصل منطقة قطاع غزة مشابهة للأوضاع القائمة في العلاقة الأمنية مع الضفة الغربية، ووضع شرطا أساسيا أن يعني المنظمات الدولية لن تكون لها دور بهذا الأمر. النقطة الثالثة هي إقامة وتشجيع قيادة محلية فلسطينية تدير شؤون السكان ومشددا بدون الأونرا وبالتعاون مع بعض الدول العربية التي رفضت الإرهاب والعداء لإسرائيل بكلمات نتنياهو. هذه النقاط الأساسية الثلاث، ولكن علينا أن نشير أن أمرين مهمين لم يعني يذكرهما إطلاقا. لم يؤكد نتنياهو على أنه لن يتعامل مع أي فصيل فلسطيني لاحقا، كان يقول دائما لا سلطة فلسطينية، لا حماس، لا جهاد إلى آخره، هذه المرة لم يقول ذلك. النقطة الثانية هي أنه يعني لم يضع أي يعني عودة لتهديدات بإبادة يعني حماس أو الجهاد الإسلامي وما إلى ذلك من هذه تصريحات عالية السقف. المهم بالنسبة له أن لا يكون اعتراف بدولة فلسطينية من طرف واحد دوليا، والأمر الثاني أن أي حل مستقبلي يكون بالمفاوضات بين الطرفين بدون شروط مسبقة. هذا باختصار الورقة. هذه الورقة لم يعني تدرس بعد، لم يتم النقاش حولها، لم يتم سماع الآراء المختلفة الموجودة، ولكن برأيي أنها تعبير على الوضع الحالي الذي وصلت به إسرائيل إلى أن كثير من أهدافها الأساسية لن تتحقق في هذه المرحلة، والبرهان على ذلك تراجعات أيضا فلسطينية وأيضا إسرائيلية بما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى التي ستبدأ اليوم الحديث عنها في مؤتمر باريس الثاني. يعني الإعطاء الصلاحيات لرئيس الموساد في اجتماع باريس، هل تعتقد دكتور سهيل أنه يمكن أن يفضي إلى تقدم؟ هذا تعبير، إعطاء الصلاحيات هو تعبير عن النية القائمة بالأسبوع العشرة أيام الأخيرة، يعني منذ ورقة باريس الأولى وحتى الآن حاولت إسرائيل أن تقوم بعدد من الأمور. الأمر الأول محاولة تغيير الوضع في الميدان، الأمر الذي لم تنجح به خاصة بمستشفى ناصر، و يعني ما جرى هناك عبارة عن فضيحة إضافية مشابهة لما جرى بمستشفى الشفاء. النقطة الثانية حاولت تأليب الحاضنة
الفلسطينية ضد المقاومة الفلسطينية في أشكال مختلفة، وأيضا لم تنجح في ذلك. وهناك ما يعني مصطلح تسميته مأزق قرب شهر رمضان، وكل التحذيرات الكبيرة بانفجار كبير في الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي. فلذلك كل ذلك مع ارتفاع التهاب الجبهات الإقليمية خاصة بالشمال وفي البحر الأحمر، كل هذه الأسباب أدت إلى هذا التغير. هذا التغير يعني تم التعبير عنه بإعطاء الضوء الأخضر للرئيس الموساد لمواصلة هذه المباحثات، وأعطي صلاحيات أيضا للتفاوض. ولكن علينا أن لا ننسى أيضا أنها كان هناك أيضا مراجعات بالفريق الفلسطيني. هل هي صلاحيات مطلقة دكتور سهيل، يعني أم أنها محددة بمحددات وثيقة نتنياهو أو اقتراح نتنياهو؟ لأنه ربما يصل رئيس الموساد إلى هدنة، بينما نتنياهو يتحدث دائما عن استمرار العملية العسكرية لحين القضاء على مقدرات حركة حماس. على فكرة هذا ما جرى في اتفاق باريس الأول. اتفاق باريس الأول كان بمشاركة إسرائيلية ومشاركة رئيس الموساد وبموافقة من الكابينيت وخاصة نتنياهو، لكن حدثت أمور وجاءت عدد من المعلومات حول ما يمكن أن يكون في مستشفى ناصر ومناطق مجاورة وبعض الأهداف العسكرية التي يعني كان توقع أن تحدث تغييراً في توازن القوى، الأمر الذي لم يكن. فلذلك تراجع نتنياهو حتى عن بنود اتفاق باريس الأمن الأول. هذه المرة الأوضاع يعني أكثر ضاغطة للأطراف كلها وخاصة أيضا لإسرائيل للأسباب التي قلتها. وأيضا برأيي أن السقف هو العودة الورقة باريس الأولى مع بعض التغييرات للمفاوضات. على سبيل المثال يعني إسرائيل على استعداد أن تقوم بتنازلات كبيرة بموضوع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية كخطوة استباقية لهذه المفاوضات، ولم تمانع منذ الآن إلى نقل السكان بشكل مدروس الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة. بينما بالمقابل حماس على استعداد أن تجد صيغة لفحص تنزيل عدد أيام الهدنة بالمرحلة الأولى، وإمكانية يعني تمديدها لاحقا لما يسمى فترة أعياد الفصح اليهودية ما بعد شهر رمضان، يعني شهر رمضان وما بعد شهر رمضان لتمديدات إضافية. أيضا بعدد الأسرى الفلسطينيين وهوية الأسرى الفلسطينيين يعني ترك موضوع أيضا للنقاش والتداول. يعني باختصار يعني هناك مرونة من الطرفين لبدء هذه المفاوضات، ولكن السقف هو السقف ورقة باريس الأمنية. طيب يعني هنا الحديث عن طبيعة الأسرى والمحتجزين، هل المسألة تنطبق أيضا على طبيعة المحتجزين لدى حماس؟ لأنه يعني الحديث عن احتجاز الجنود الرجال وإطلاق سراح النساء وكبار السن ربما لا توافق عليه إسرائيل. بهذا الموضوع الخط المركزي المتفق عليه بورقة باريس الأولى هي أن يكون المرحلة الأولى التي نتحدث عنها هي المدنيين ومقابل أسرى فلسطينيين، سيتم الحديث على عددهم وهويتهم. الجديد في الموضوع هو مطلب أمريكي أو ضغط أمريكي دعينا نقول، بهنالك 6 محتجزين من أصول أمريكية أو يحملون الجنسية الأمريكية إضافة للجنسية الإسرائيلية. على هذا من الممكن أن يكون الحديث أن يتحولوا أيضا العدد الذي هم جنودا أو ما يسمى بالرجال غير المدنيين
من الممكن أن يكون هؤلاء أيضا جزء من الصفقة الأولى، ولكن هذا موضوع أيضا للتداول. هذا من هذه الناحية المرحلة الأولى يعني واضحة للأطراف، ولكن ما زالت قضية عدد الأسرى الفلسطينيين وهويتهم بالمرحلة الأولى ما زال عالقا ونقطة للمفاوضات. والطرف الفلسطيني موافق على أن يكون هناك هذا الموضوع موضوع للتداول، يعني هو يعني كان هناك مرونة بهذا الموضوع، خاصة مع الوضع الإنساني الغير محتمل للفلسطينيين الغزيين في هذه الفترة، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية اللازمة.